دايما بنتشرف اللي هو دكتور سمير فرج. دايما كل ما يبقى معانا مداخله على الهوا وزي ما بقول كده بيبقى استحواذ بالنسبه لنا، لانه بيوصل المعلومه منتهى البساطه للناس، والناس تحب كمان تشوف اللواء سمير فرج. النهارده وانا في المكان اللي كنت بكلم حضراتكم عليه في الاول، والله كانوا بيتكلموا معايا كده اللي هو عايزين اللواء سمير يشرح لنا، فاللواء سمير مع حضراتكم اهو، يعني برحب بحضرتك، شرفنا. لا احنا بنشكرك يا احمد، نشكر قناه صدى البلد فعلا على الحلقه المتميزه اللي عملتوها امبارح عن قوات الصاعقه. وحقيقه قوات الصاعقه تستاهل انكم بينتوا للشعب المصري احنا عندنا قد ايه قوات عظيمه ومحترمه. وما هنتكلم النهارده بقى هنشرح القوات دي ايه وبتعمل ايه وتاريخها ايه وعملت قد ايه لمصر. طب سياده اللواء سمير، خلينا نتكلم الاول على القوات المسلحه. القوات المسلحه تكون من ايه تحديدا؟ الافرع الرئيسيه ايه؟ ايه اللي فيها؟ ومن بينها قوات الصاعقه، اتفضل. تمام. احنا في القوات المسلحه عندنا الافرع الرئيسيه قوات جويه بحريه دفاع جوي، فدي القوات. ومعها قوات حرس حدود، دي القوات. كان زمان في القوات البريه اللي كان ماسكها اخر حد الله يرحمه الفريق مرتجي، اللي هي مشاة والدبابات والمدفعيه والكلام ده كله. القوات الخاصه بتشمل بقى الصاعقه والمظلات، وهناك الصاعقه البحريه في القوات البحريه والضفادع البشريه، علاوه في المجموعه 77 و99، ثلاث سبعات وثلاث تسعات. شفتهم انا، شفتهم حاجه ما شاء الله ما شاء الله. والمجموعه 39، ولكن دي اتحلت بتاعت الله يرحمه الشهيد العظيم ابراهيم الرفاعي اللي عملت جهد عظيم في هذا التوقيت. قوات الصاعقة من أحد نتائج نقول ثورة 52، كان أحد أهداف الثورة الستة إنشاء جيش وطني قوي، وبالتالي بدأنا في التفكير في إنشاء قوات الصاعقة. وحقيقي مصر لما بتعمل حاجة ما بتبدأش من الصفر، فراحوا أمريكا. أمريكا عندها قوات خاصة، وهي حقيقي من أحسن قوات خاصة فيهم، عندها الرينجرز، وراحوا مدرسة الصاعقة هناك الرينجر وخدوا دورات وجم هنا في مصر أنشأوا الصاعقة. كان أولهم الفريق القائد الفريق جلال هريدي طبعا، وناس كتير عملوا شغل في الصاعقة. الصاعقة حقيقي يا أحمد عملت جهد كبير في كل حروب مصر من اول 56، وانا كنت عيل صغير بورسعيد، كانت الاغارات اللي بتتم بالليل على الانجليز في بورسعيد من قوات الصاعقة. من بدايتها كانوا بيعدوا من بحيرة المنزلة يعملوا ضربات ضد الانجليز لحد ما حصل الانسحاب في 23 ديسمبر. في حرب 67 كان لهم دور عظيم، ولكن بص يا احمد، اعظم معركه في وجهه نظري انا بعد السنين دي كلها عملتها مصر والصاعقه معركه راس العش. اول يوليو 67، اول يوليو 67. وبرضه عشان نشرح للناس، في 60 مليون ما حضروش. نعم. الكلام ده نعم النهارده، الكلام ده نعم من 67. نعم احنا هي معروضة على الشاشة، معركة عنيفة في راس العش تستمر سبع ساعات. منشية الأهرام. منشية الأهرام. إيه اللي حصل بقى عشان نفهم الناس؟ نعم. في مايو 67 حصل إن جت معلومات إسرائيل بتحشد قواتها قدام الجولان سوريا. فمصر حركت القوات بتاعتنا من القاهرة، وأنا كنت ضابط صغير ملازم أول، اتحركنا رحنا سينا. في مايو 67 رحنا احنا لحد الكونتيلا، انا كنت على اللواء بتاعنا اللواء الاول والكتيبه بتاعتنا على الكونتيلا، بيننا وبين البرج الاسرائيلي 1200 1300 متر، العلم الاسرائيلي. مش عايزين نقول اخطاء 67 مش موضوعنا النهارده. يوم 5 يونيو الصبح اتضربت اسرائيل، ضربتنا بضربه جويه، دمرت 80% من المطارات، ودي مهمة عشان من الطائرات عشان تعرف المعركة بتاعت راس العش دي تمت ازاي. وحتى ال 20% اللي بقيوا يا احمد، اسرائيل كانت لأول مرة تستخدم قنابل الممرات،
يعني ال 20% من الطيارات ما قدرتش تطير تاني. ليه؟ عشان الممرات اتضربت. اتضربت الممرات. خلاص مش هيعرف يطير. وكانت أول مرة تستخدم إسرائيل قنبلة الممرات الفرنسية. هاجمت يوم 5 يونيو علينا إسرائيل، صدرت أمر انسحاب، السماء مفتوحة لهم ويدمروا فينا. ممر متلا عربياتنا كلها اتضربت. مشينا على رجلينا وصلنا القناة. يوم 9 يونيو اسرائيل ضربت كل الكباري، انا بحكي عشان الشعب اللي ما حضرش الفتره دي احنا. فكل معداتنا في سيناء اتدمرت. رجعنا البر الثاني البر الغربي بالقوارب المطاط. يوم 9 يونيو 67 ده احلى يوم في تاريخ مصر. انا واقف على الضفه الغربيه 200 متر القناه، العلم الاسرائيلي بيرفرف الضفه الشرقيه. انت متخيل اسرائيل واقفه للضفه الشرقيه القناه، العلم الاسرائيلي والعربيات الام 113 نص جنزير بتعدي قدامك، جيشك متدمر في في سيناء، وعبد الناصر بيتنحى الساعه 5. طب عايز ايه؟ حاله من الاحباط. انا بوريك المنظر عشان ما تعرف ايه اللي اتعمل في راس العيش. أيوة. تحس بالحلاوه، فخر بالفخر. اه كانت اسرائيل ممكن تعدي قناه السويس. قعدنا نوضب الدفاعات. يوم 1 يوليو ما فاتش شهر على الهزيمة، اسرائيل خدت كل سيناء عدا بورفؤاد. بورفؤاد فراحة متحركة، سريد دبابات اسرائيلي 10 دبابات، سريد مشاة ميكانيكي ام 113 نص جنزير، سريد مدفعية، وداخلة في اتجاه تحتل بورفؤاد. ما عندناش حاجة. قوات مسلحة طلعت فصيلة صعقة، 30 جندي صعقة بالار بي جي والرشاش. ما فيش حاجة، مش مواقع دفاعية ولا عندهم غطاء جوي ولا عندهم ولا حاجة. ما فيش غطاء جوي ولا. وبعدين مش حافر مواقع. ده عدوا بالقوارب، رقدوا على الأرض، ما فيش حفرة. 30 جندي صعقة بالار بي جي. وحتى كان زمان ار بي جي 7 مش كله، ار بي جي 2 اللي هو كان مسافته 150 متر. معركة 7 ساعات. 7 ساعات في كل الموازين العسكرية في العالم، سريد دبابات 10 دبابات وسريد ميكانيكي ومدفعيه ومعاهم طيارات كمان، ومعاهم طيران قوات جويه. وانت بدون غطاء. والولاد دول يوقفوا، دول الرجاله، دول الابطال الرجاله. عشان كده احمد يومها انت ما تصورش روحنا المعنويه ارتفعت في الجبهه ازاي. احنا حسينا، قلنا احنا ما حربناش جوه، يعني دمروا منهم معدات دبابات وغيره وقتلوا. نجيب لو سمحت الصوره بتاعت الاهرام، وهتلاقي مكتوب عليها معركه راس العيش 7 ساعات اهي. تسامير 7 ساعات. حاول العدو ان يتقدم في اتجاه بورفؤاد، خسر 3 دبابات و11 مدرعه. تخيل 30 بطل، 30 بطل عملوا ده. لا ومعاهم ايه؟ معاهمش مثلا صواريخ مضاده الدبابات. ده ار بي جي 7 وار بي جي 2 وبندقيه وعلى الارض. المقاتل المصري الواحد بألف حقيقي يومها صراحة. لا تتخيل هذه المعركه زي ما بيسموها تيرنينج بوينت، كانت نقطه تحول لنا كلنا على الجبهه في 67. كملت بحريه، دي النقطه الوحيده اللي اسرائيل ما قدرتش تاخدها في سيناء بالكامل. في سيناء بالكامل شرق القناه، شرق القناه. واستمر الصعقه موجوده لحد نصر اكتوبر، لحد نصر اكتوبر. وكانوا بيسموها هم هناك النقطه بتاعتهم بقى اللي قدامنا بودابست. ده في خط بارليف. عشان كده يعني انا نفسي يا ريت قوات الصعقه تخلي اليوم ده يوم، هو يوم الصعقه بتاعها. لان بكل المقاييس يا احمد في العالم، انا دارس في مصر اركان حرب الغرب الشرقي، ودارس في كامبرلي، كل المقاييس. ما ينفعش تقول 30 عسكري مشاة صعقة قصاد دول، تواجه كل دول. ما فيش كده. انما هو الجندي المصري العظيم، نعم، ولاد الصعقة اللي انت عملت معاهم الحوار، هم دول الابطال اللي حققوا لنا اول امل في 67. ده كان البداية لنصر نصر اكتوبر. بالظبط بالظبط. بعديها طبعا كان في اكتوبر اغراق المدمره ايلات، ودي برضو حطتنا في السماء. وبقينا النهارده اللي غيرنا كل التاريخ العسكري البحري في العالم والتسليح باللي عملوه. عشان كده امبارح انا كنت سعيد جدا بالحلقه بتاعتك، وانت بتقدم للشعب المصري ولادنا ابناء الصاعقه المصريه. كان معانا امبارح سياده اللواء اركان حرب محمد مفتوح قائد قوات الصاعقه، وكان بيشرح وبيرد على كل سؤال حقيقي.
بص يا احمد، قوات الصاعقة في العالم طبعا لازم نقول في البداية ايه؟ نعم. ان احنا اول ناس انشأنا قوات الصاعقة او الرينجر او السبيشال فورسز او الدول العربية في بعض سوريا والاردن بيسموهم المغاوير، هي دي الاسماء بتاعتهم. احنا اول ناس انشأنا مدرسة الصاعقة او قوات الصاعقة في المنطقة. كل الصاعقة اللي موجودة في العالم العربي وافريقيا خريجي الصاعقة المصرية. الله ينور عليك. كل بالكامل بالكامل. وانا عارف انا بقول ايه. اتفضل يا فندم. بالكامل يا احمد. كل من انشأ الصاعقة في بلده اساسها الصاعقة المصرية. وحقيقي احنا انا حضرت في اليمن 3 سنين، عملوا في اليمن شغل رائع واستشهد منهم ناس كتير جدا في 67 برضو، وبعدين حرب الاستنزاف. انا كل دي مقدمه عشان الناس تعرف الناس دي عملت ايه. نعم. احنا في يوم من الايام يا احمد العدو بدا يبني خط برليف تمام قدامنا، وقعدنا فتره مش عارفين ايه اللي موجود في خط برليف. يعني انا كنت في موقع جنوب اسمه جنوب بحيرات، البحيرات بتفتح كده وده الخط وراه، وبعدين انا الموقعي 200 متر القناة، وقدامنا كانت نقطتين المسحورة والملاحظة بخط برليف. بيبنوا الخط ومش عارفين في ايه، المعلومات لا يكن، فلازم يبقى ليك حد جوه. فالقيادة العامة قررت تعمل كمين على القناة لأي عربية ماشية، نجيب قائد نعرف فيه الدنيا فيها ايه. والحظ ان الكمين ده اول مره اتعمل من القطاع بتاعي، مش انا اللي عملته، اللي عملته مجموعه صاعقه. قعدنا اسبوع واحنا مرعوبين بقى، العدو اللي دمرنا في سينا واللي بصراحه الروح المعنويه كانت وحشه. وقعدنا ننظم للكمين بتوع الصاعقه، وجم وقعدوا معانا وهيعبروا، وبعدين لما ينسحب ولازم نغطيهم بالنيران المدفعيه. يعني قعدنا اسبوع نوضب للكمين ده. العدو الإسرائيلي كان على القناة يميها الصبح الساعة 6 بيطير طيارة مروحية، مروحة واحدة تمشي تطير على ارتفاع 10 متر عشان تشوف مين عبر بالليل. رصد أو رقابة. لأن كان قبليها بشهر إبراهيم الرفاعي الله يرحمه بمجموعته دخلوا دمروا كل تشونات الذخيرة بتاعة العدو اللي كان جايبها مننا. فبتمشي الدورية الصبح اللي هي الطيارة تكتشف مين عبر بالليل. فالمهم الولاد عبروا 4 الفجر، رجالتنا كانوا لابسين خف جمل على رجليهم عشان ما تبطعش على الارض. انت فاهم، خف جمل، خف جمل عشان رجله ما تبطعش، تموين. ودخلوا حفروا غطوا نفسهم بالرمل عشان الطياره ما تشوفهمش. نعم. والطياره عدت ما شافتهمش، فالحمد لله يا رب. بعد شويه لقينا عربيه لوري جايه بقى بتتهادي والولاد قاعدين. بص بقى اللي انت شفته امبارح في التدريب. الولد منهم راح منشن على السواق عشان عربية تقف، الطلقه في السواق هنا هي طلقه، طلقه زي ما انت شفت امبارح. شفتها كده، شفت امبارح ايه امبارح؟ انت قلت هي طلقه. هي طلقه اللي بيتدربوا عليها احمد امبارح زي اهو قدامنا ده. هو ده اللي عملوه في اول اسير. الطلقه الاولى ليك. راح في اول اسير، اول اسير جه اول اسير اسرائيلي. وعايز اقول لك انه كان اغلى اسير في حرب الاستنزاف في 6 سنين. الطلقه اتضربت على السواق والعربيه وقفت. احنا طبعا بنبقى عاملين حاجه تانية ان لو الطلقه ما جاتش مظبوطه بيبقى في حقل، بيبقى في لغمين قدام يوقف العربيه. طبعا ان يهمنا الطلقه تطلع ليه؟ لو اللغم ضرب المواقع اللي جنبينا هتعرف، هنلاقي بقى الاحتياطيات دخلت. فالولد دقته انه ضرب الطلقه في السواق هنا، العربيه وقفت. قام الكمين بسرعه جاري، كانوا 8 افراد صاعقه. دخلوا على العربيه. ابطالنا. ابطالنا. راحوا واخدين الضابط اللي احنا كنا بنقول عليه ضابط جنب السواق. خدوه. فتحوا العربيه من ورا. فوجئنا فاكرين بقى اجازات جايه. عساكر راحه جديد، فنجيبهم بقى اسرى، نجيب المعلومات منهم، ما احنا عاوزين نعرف خط برليف ده فيه ايه. فوجئنا الواد بيقول لنا يا فندم العربيه بتاعت كانتين شايله كوكاكولا وبيبسي وسجاير. احنا خدنا احباط.
بقى كل اللي عملناه بقى اسبوع والمدفعيه جاهزه عشان تامنهم. المهم جابوا الواد الاسير ورجع الاسرائيلي ده، الاسرائيلي اغلى اسير، اغلى ليه بقى؟ ليه الواد معاه المنافسته بتاع خط بارليف بالكامل؟ الله اكبر. النقطه الاولانيه فيها يا كرم ربنا حييم محمد اسمه كذا انت فاهم، وده عليه كذا قروسه سجاير، بينزل كام قروسه وكل عسكري عليه فلوس قد ايه. والنقطه الثانيه اغلى اسير في حرب الاستنزاف جابته الصاعقه من نقطه جنوب البحيرات. انا كنت ظابط، ما كنتش ما اشتركتش في في البتاع ده. فانا بقول لك يعني قد ايه ان الصاعقه لما تبقى مدربه وتنفذ. وعلى فكره ضربوا العربيه وضربوا الولد وجابوا الاسير ورجعوا الناحيه الثانيه، ولم يشعر الجانب الاسرائيلي غير بعدها بربع ساعه على العربيه كالعاده. كالعاده كالعاده لم يشعر. فاللي انا عايز اقول لك يا احمد ان تدريب العالي اللي انت شفته امبارح ومصر شافته، نتيجته ايه بقى؟ انك في الحرب بتقدر تجيب الهدف اللي احنا شايفينه دلوقتي ده. اتفضل. اللي هو الميدان. طب ممكن قبل ما نروح للميدان انا عايز نروح مع حضرتك والساده المشاهدين مشاهد حيه من سيناء، من مواجهه الارهاب في سيناء. ابطالنا ابطال الصاعقه المصريه وهم بينفذوا عمليات. هنسمع اللي حصل ايه وحضرتك هتعلق لنا على الفيديو. نتابع. من الاجهزه. اتفضل يا فندم. اللي احنا شفناه يا احمد دلوقتي طبعا دي مداهمات تمت، بعضها بتبقى عمليات ليليه، ودايما الصاعقه بتستخدم قوات الصاعقه احنا يا اما في العمليات الليليه او زي ما احنا شايفين كده بنسميها في حالات الرؤيه الضعيفه. نعم. بدايه النهار او الفجر او مع الغروب، لان بيبقى احنا عندنا برضو في امكانيات عناصر اهو مطارده، العناصر مطارده وهم بيجروا. وطبعا شوف بقى دقه الاصابه للناس. انه بيقدر بيجيبهم ويقضي عليهم. طبيعه الارض شوف عندك ازاي هنا في سيناء، ارض صعبه جدا جدا جدا. اولا كل الكدي دي اللي انت شايفها بتخبي وراها الارهابي من الصعب انك انت تشوفه. تمام. نعم. ولذلك محتاجه الولد، شايف القناص ده بيضرب الطلقه على المسافه، واذا الطلقه ما جابتش بقت مشكله، لان هو اتعرف مكانه هيبدا الارهابي يرد عليه. القناصه رجالتنا بالظبط دول. نعم دول. نعم. الحاجة التانية ان هم النهارده بيستخدموا القناصة الجديدة اللي بدون صوت، كاتم صوت. كاتم صوت. اللي هي دي. فلما بيضرب الطلقة وبيصيب الهدف بتاعه، بيبقى الارهابي اللي حواليه مش عارفين ايه اللي حصل. مش سامع. بيلاقي مش عارف حاجة. بيلاقي فجأة زميله وقع. فدي طبعا من 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 الحاجات الحديثة. اجهزة الرؤية الليلية اللي احنا شايفينها قصادنا دلوقتي برضو. نعم. دي مهمة جدا. ولكن من احد عيوبها يا احمد ان الارهابيين في الفتره الاخيره كان عندهم معدات زي دي. يعني لو انت بتشغل جهاز رؤيه بتاعك، هو فتح جهاز الرؤيه بيشوفك.
فدي برضو كانت مشكلة. يعني مهما كانت التكنولوجيا بتاعتك عالية، خلي بالك ان العدو اللي قدامك عنده التكنولوجيا دي. ودي كانت اخطر حاجات اللي كانت موجودة. نعم. ولكن هم طبعا احنا خدنا خبرة كويسة قوي من الساقة في مقاومة الإرهاب. وإذا كان عندنا النهاردة مركز مقاومة الإرهاب بندرس الكلام ده كله لكل الدول، وبالذات الإفريقية وبعض الدول العربية وبعض الدول الأوروبية، لأن عندهم خبرة. المشكلة برضو هنا يا أحمد إيه؟ أنت زي ما حكى لك امبارح سيادة اللواء محمد مفتوحة، إن أنت ماشي مش عارف العدو فين. يعني بتبقى الدورية ماشية وبتلاقي طبعا أنت عارف في سيناء البنات العربيات لابسين اللبس بتاعهم ومتغطي الوش، يدوبك العينتين اللي باقيين، وبيمشوا في الغنم جنبيهم. فانت مش متخيل ان ده ممكن ارهابي بالظبط، عنصر متخفي متخفي ولابس سيده ومعاه كام غنم وهم ماشيين. وزي ما قال لك سياده اللواء محمد امبارح، ان معظم خسائرنا ما كانتش في معركه مباشره، ان كانت كلها عبوات مزروعة، ماشية مزروعة. والإرهاب المتخفي في صورة بنت ماشي ومعاه الموبايل. أول ما العربية بتعدي يقوم دايس على الموبايل، العبوة تنفجر، تفجر عن بعد. فأنت في الإرهاب أنت بتقاتل عدو غير مرئي، غير مرئي. إحنا في الجيش في العمليات العسكرية أنت عارف العدو فين، الخنادق. أنت معاك صورة جوية جايبة لك الموقع ده فين وبيتضرب. لكن هنا أنت داخل بيسموه الأنون، يعني العالم الغير معروف أنت فين. الحاجة يمكن برضو اللي ما اتقالتش، النهاردة قوات الصاعقة بقى عندها درونز ثلاث موجهة بدون لصالح الصاعقة، وأصبح النهاردة كتيبة عندنا، ويمكن هيبان إن شاء الله في المعرض السنة الجاية اللي هيتعمل السنة دي بتاعنا العسكري. احنا تقدمنا جدا في الدرونز، فاصبح النهارده الفرد كمان يعني يقول ايه، متسلح بالحاجات الجديده. شفت انا واحده منهم. شفت واحده؟ شفت يا فندم. طيب انا قلت اسيبها بقى على المعرض الجاي لما يطلع. شفتها. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقولها لك يا احمد، نعم، احنا زماننا كنا بنتخرج من الكليه الحربيه ونتحرك مشاه ومش عارف ايه، بعد مده ممكن تاخد فرقة ساقة او ما تاخدهاش. نعم. النهارده لا، الكليه الحربيه كل دفعه المنشاه قبل ما تتخرج بيكون معاها فرقه صعقه. تخيل. فانت عشان تعرف اهميه قوات الصعقه بتاعتك قد ايه، انك انت بتخلي النهارده كل ضباط المنشاه المدرعات اللي متخرجين من الكليه الحربيه معاهم، ياخدوا الفرقه دي بعد معاهم فرقه صعقه. واللي انت شفته امبارح بقى والتعايش يعني كل الكلام ده احنا او انا خدتها بعد ما اتخرجت. لكن النهارده ضابط المشاه اللي بيتخرج من الكليه الحربيه معاه دور. الحاجه الكويسه برضو وهو ان هم كل سنه بيطلعوا من 4 إلى 5 ضباط يحضروا اللي هي دوره صاعقه في امريكا وانجلترا وفرنسا والمانيا كل سنه. لازم تبقى دايما انت ابديتد الناس التانيه عامله ايه، خاصه في التطور. وبنروح دول تانية، مش عايز ازعل حد، دول يمكن تكون اقل شوية في التكنولوجيا زي الباكستان. تخيل لما بنروح نتدرب هناك بنستفيد ليه؟ الباكستان ما عندهاش التكنولوجيا الهاي تكنولوجيا العالية، فهي دولة الى حد ما فقيرة، يعتمد على الفرد، بيعتمد على الفرد وعلى الحاجات. انا هديك مثال. فضل فضل. ساعات مثلا بنيجي لما بيحصل تدريب مشترك، ليه انا مع باكستان واحنا نعم. اعلى منها؟ نعم. لان مثلا بتلاقي ايه، لما تتدرب مع امريكا تلاقي الخيمه او شبكه التمويه كلها في تخش المصنع، والشبكه مثلا ثمنها $200. تعال تروح باكستان، لا، جايب الخيش وحاطط فيه الزرع بتاع الارض ومطلعه. فانت بتستفيد من كل الدول، يا الدول التكنولوجيا العالية جدا، نعم، يا إما التكنولوجيا الأقل. مين اللي بيستفيد؟ أنت. إحنا يا أحمد أكتر جيش في العالم بيعمل تدريب مشترك. نعم. مع العلم الناس اللي طالبة، مش إحنا اللي بنطلب، الناس اللي طالبة تيجي تتدرب معاك. الصاعقة بتاعتنا أما بنيجي نتدرب في البرايت ستار مثلا مع الصاعقة الأمريكية، النجم الساطع. النجم الساطع.
والله والله يا احمد انا يمكن 7 سنين حضرت التدريبات، في كل مره الولاد بتاعنا تدريبات اتفضل يا فندم متفوقين تفوق رهيب. وبرضو الامريكاني شاطر وتكنولوجيا عنده بتاع، لكن الواد بتاعك المصري لما بيحس يعني شوف ده ابطلنا تدريبك ابطلنا يا فندم، شوف يا فندم نازل أبطلنا. فين وبيعمل ايه؟ فكل التدريب ده يا احمد بيديك ثقه. وزي ما بنقول ادي اتفضل حتى دي الابرار اللي بيعملوه الصاعقه البحريه لما بتنزل على منطقه ساحليه للعدو. ده طبعا التدريب مشترك مع الدول الثانيه، ده مع امريكا مع امريكا. نعم. ولا تتخيل احنا مع الامريكان احنا بنستفيد وهما بيستفيد. نعم. لان هو ما بيجي لك يا احمد ما بيجي لك بارقى معدات جديده عايز يستخدمها وعايز يستخدمها قصاد طرف اخر مش سهل. فاهمني يعني؟ فبينزل باللي عنده، فاحنا بنشوف الاجهزه الجديده ايه والمعدات الجديده ايه والتسليح الجديد. وبعدين يعني مثلا هقول لك حاجه، ممكن تبقى البندقيه القناصه بتاعتك مثلا مداها كيلو و200 متر، يجي هو جايب لك بندقيه جديده بكيلو ونص. وانا كنت عارف الكلام ده مين غير لما يحصل فيه تدريب مشترك. وبعدين بتحصل بقى ايه؟ ان احنا بنعمل تدريب، اقول له طب وريني البندقيه اتدرب عليها الاقي انها بتجيب نتيجه، يوم هتلاقي السنه اللي بعديها البعثه المصريه اللي راحت تتعاقد اسلحه عايزين البندقيه القناصه الجديده اللي هي كيلو ونص، اللي هي بقى ما الطلقه ما بتتاثرش بالرياح. انت عارف الكيلو ونص الرياح بتاثر على الطلقه، فبتتحسب داخل المفتاح بتاع التلسكوب بتاع القناصه. كل ده احنا بنجيبه منين؟ ما احنا بنستفيد من هناك. فعشان كده ساعات يقول لك انت لا بنستفيد من التدريب المشترك. وبعدين ولادنا بقى لما بيجيبوا نتيجه كويسه يا احمد دي بترفع روحهم المعنويه، الله مش ده الامريكاني، مش ده اللي بيتقال عليه كذا، طب ما احنا اهو معدينا. وخصوصا لما هم الامريكان برضو بيجوا يستفيدوا، لان احنا الديزرت وورفير اللي هي الحرب الصحراويه عندهم مش قويه، احنا ارضنا كلها صحراء. فما بتطلع دوريه مصري من الصاعقه ودوريه امريكاني من عندهم الرينجرز الصاعقه بتاعتهم، وتلاقي ده وصل امتى وده ما وصلش امتى، وبعدين تلاقي التعامل مع الهدف، ما هو انت برضو عندك خبره عنهم في الارض الصحراويه، فبتلاقي هم بيبقوا سعداء. وتلاقي في كل مره في التدريب المشترك اللي جاي يقول لك عايزين تدريبات مع الصاعقه، عايزين تدريبات مثلا مع القوات البحريه. برضو اما انت بتتدرب مع الطرف الامريكاني او الانجليزي طب نروح نشوف اللي هو محمد مفتوح هو بيتكلمنا على التدريب المشترك مع قوات الصاعقه المصريه، نتابع ايه اللي بنستفيده النهارده من تدريب مع دول اخرى، واحنا اكتر دول بنتدرب معها مين، وهل بنتدرب معاهم هنا ولا مع القياده العامه في التدريبات المشتركه؟ هل عندنا تدريبات كصاعقه مع نظرائنا دول اخرى؟ طبعا احنا بنهتم جدا بالتدريبات المشتركه والتعاون العسكري مع الدول الصديقه والشقيقه، لان ده اولا بيطمننا احنا واقفين فين وايه اللي احنا محتاجينه عشان نرتقي بمستوى التدريب بتاعنا يبقى احسن من كده، وبنكتسب في مع بعض الدول بعض الخبرات والمهارات اللي مش موجوده عندنا. بنطلع على احدث الاسلحه، احدث وسائل التدريب، احدث ميادين التدريب. التدريب قد يتم على اراضي المصريه وقد يتم خارج مصر في دول اخرى، وفي بعض الاحيان بيتم بالتبادل، ممكن انا اتدرب عنده سنه وهو يجي يتدرب عندي سنه. والحمد لله ونتيجه لارتفاع المستوى التدريبي لقوات الصاعقه بقى في رغبه من دول كثيره انها بتطلب التدريب مع قوات الصاعقه، امريكا، انجلترا، فرنسا، دول اوروبيه اخرى. التدريب معاكم بس، معانا احنا بس كصاعقه. كصاعقه. ونظرائنا في فرنسا، امريكا. بالظبط. احنا طبعا بيتم تدريبات اخرى طبعًا. مشتركه طبعًا. على مجال اوسع مع كل افرع القوات المسلحه زي تدريب النجم الساطع اللي احنا بصدد ان شاء الله ان هو يتم خلال اشهر قليله يعني. ولكن مع قوات الصاعقه التدريبات المشتركه بتبقى اكتر شويه، لان برضه زي ما قلت لحضرتك كده خفه التسليح، الخبرات والمهارات اللي بنتطلبها محتاجه احتكاك كتير، فعشان كده التدريب المشترك بالنسبه للصاعقه بيبقى على قاعده اوسع شويه من بقيه القوات المسلحه. ايه اللي بنستفيده اكتر حاجه بصراحه لو انا بتكلم على الامريكان او الفرنسيين؟ احنا مستوانا قريب، هم متقدمين في حاجه، احنا متقدمين في حاجه، تبادل الخبرات دي. هم طبعا احنا ما نقدرش ننكر ان هم متطورين في الناحيه التكنولوجيه اكتر، تكنولوجية. في مجال تصنيع التسليح اكتر. عندهم بعض الخبرات
من الحرب في العراق وافغانستان. بس احنا بعد ما انهينا الحرب على الارهاب في سيناء بنجاح بقى هم بيبصوا للخبره بتاعتنا ونفسهم ان هم او هم عندهم الرغبه في ان هم يشاركونا هذه الخبره ونعرف احنا عملنا ايه. ففي مجال تبادل الخبرات بقى الموضوع تقريبا على قدم المساواه، ولكن هم ما زالوا عندهم ميزه ميادين تدريب جديده، بعض الاسلحه والمعدات الحديثه اللي احنا بنشوفها واللي احنا بنحتاجه منه القياده العامه ما بتدخلش علينا. اتفضل يا فندم، زي ما حضرتك كنت بتتكلم بالضبط وبسال سياده اللواء محمد مفتوح بنستفيد ايه، فاجاب زي ما حضرتك تابعت كده. وزي ما قلت لك احنا بنستفيد من الهاي تكنولوجي زي امريكا وانجلترا وفرنسا والمانيا، وبنستفيد من ناس التكنولوجي الاقل زي الباكستان حقيقي. وبرضو بيني وبينك لما بنروح للدول العربية فيها استفادة، لأن الناس دي عايشة في الأرض وانت بتشتغل في أرض جديدة. وبعدين خد بالك يعني احنا مش عايزين يعني الناس تقول احنا بنتغرب نفسنا، احنا أحسن قوات صاعقة موجودة في منطقة الشرق الأوسط، ولما بنروح هناك بيبقوا عاملين لنا حساب كبير جدا انت جاي بالقوة الكبيرة بتاعتك اللي موجودة. كنت انا امبارح كنا عايزين نشوف الصوره بتاعت الشهيد عاصم نعم قائد الكتيبه 103. يوسف لو جاهزه معانا ممكن نشوف. انا كنت عايز واحده تانية في صوره وهو لابس البدله بتاعته لان انا عايز اعلق عليها. اتفضل. ان الصاعقه مش بتعلم او بتدرب الجزء الخاص بتاع الاشتباك والقتال والضرب، لا. انا كنت سعيد جدا، انا طبعا ما اعرفش الشهيد الله يرحمه، ولكن النهارده كنت بكلم حد بعد الدور فبيقولوا لي انه من احسن الضباط الموجودين كان متعايش. بص يا احمد بقى فضل. الصوره دي وهو معلق العلامه الحمراء، ده ضابط اركان حرب. فلما يبقى ضابط صاعقه ومتعلم اساليب الصاعقه واخد اركان حرب يقول لك اللي طبعا الناس اللي بتقعد تدقق بقى وماسكه النظارات تقول لك انك انت اخد الفكر والاداره بتاعت الصاعقه والعلم العسكري، لان ده ضابط اركان حرب ومقدم تمام. فمعناه ان انت وديته اركان حرب سنه عشان يتعلم ويقود ويصبح ضابط عمليات في الصاعقه، وفي يوم قام كان هيبقى قائد قوات الصاعقه، وانت شايف معلق الوينج بتاع المظلات والصاعقه والوينج الثاني بتاع الابرار، واخد كل التدريب يعني كل بسم الله والعلم انه ضابط اركان حرب. تفرق انك انت ساعات بيهتم بقى ايه انه باللياقه البدنيه والرمايه وضرب النار والكلام ده كله، لا ده انت كمان علمته عسكريا، اهلته عسكريا فاصبح ضابط عنده الناحيه البيئيه، وانه كضابط صاعقه محترف تمام قوات خاصه محترفه، وعنده الناحيه العلميه دي. امبارح فعلا انا ما كنتش اعرفه، ولكن لما شفت الصور حقيقي كنت سعيد ان الصاعقه بتاهل. وانا فاكر وانا في دورية الدورة 25 كان معانا الله يرحمه صلاح خيري، يعني الصاعقة دايما مش بتهتم بالتدريب البدني واللياقة والرماية والكلام ده كله، لا والناحية العلمية العسكرية عشان يكون في يوم من الايام زي اللي هو محمد اركان حرب. كل ده انت بتديله الناحية العملية والناحية العلمية. سيادة اللواء سمير خلينا نروح لانه يعني وجود حضرتك معانا كمان ناخد اكبر عدد من الفيديوهات الموجوده عندنا. سياده اللواء محمد كنا بنتكلم امبارح على سيناء، نتكلم ازاي نجحنا في القضاء على الارهاب في سيناء، شرح اللي حصل في سيناء وشرح كمان مع احنا ما بعد الارهاب بنعمل ايه كمان في سيناء. نسمع وبعدين نرجع لحضرتك سياده اللواء دكتور سمير فرج معانا النهارده ومشرفنا، عشان زي ما احنا عرضنا امبارح حلقه ولكن الناس كمان محتاجه ما بعد هذه الحلقه. نتابع. نجحنا بصراحه في القضاء على الارهاب في سيناء، الحمد لله. مفيش تنظيمات بمعنى كلمه تنظيم، انه كوادر موجوده، تنقلات بعربيات، رايات سوداء، حاجات من نوع ابدا الان غير موجوده ابدا ابدا. عايز حضرتك تطمنا، طمن الناس. سيناء الحمد لله خاليه تماما من اي تهديدات واي مخاطر، وجاهزه لاعمال التنميه. المعركه القادمه هي معركه التنميه، وابتدت الخطوات الاولى تتحرك علشان سينا تبقى حاجه تانية خالص غير اللي احنا كنا شايفينها قبل كده. اقدر لو انا ما اعرفش هل ده متاح ولا لا، في الحروب 67 وانتصار اكتوبر العظيم 73
قدامنا العدو معروف، قدامنا عدو قدامنا. في سيناء كنا بنواجه عناصر غير معروفة، تنظيمات غير معروفة، وكنا بنواجه عندنا كانت أعداد كبيرة. كيف نجحت مصر؟ فضل ربنا سبحانه وتعالى في تحقيق الهدف اللي حكم شوية بتقول إن الدول النهاردة بتتدرب إزاي نحن قضينا على الإرهاب وهم ما عرفوش يعملوا ده. طبعا التدريب الجيد قبل تنفيذ المهم في سيناء ده كان عليه دور وعامل كبير جدا في نجاح تنفيذ هذه المهمة الكبيرة. الحاجة الثانية دقة المعلومات اللي كانت بتوصل من أجهزة الاستخبارات وأجهزة المعلومات، استخدام التقنيات الحديثة في الرصد والاستطلاع وتزويدنا بالمعلومات، ولا نستطيع أن ننكر دور أبناء وأهالي سيناء الشرفاء اللي كانوا ممكن يزودونا بالمعلومات، بيساعدونا بشكل أو بآخر علشان نقدر نقضي على خطر. كانوا متعاونين جدا جدا جدا، لأن هم كانوا مستشعرين الخطر قد إيه، وهم ايضا طوقين ان يبقى فيه تنميه، يبقى فيه مشروعات عشان المستوى يختلف، المجتمع نفسه يختلف، فهم كانوا حابين ان احنا نقضي على الارهاب، فبدعمهم لينا وبالتقنيات الحديثه والمعلومات الدقيقه والتدريب الجاد الواقعي، كل دي كانت عوامل تحقيق الهدف وقضاء على الارهاب في سيناء. سيناء الان امنه تماما؟ تماما نعم. ماذا عن انه كان سيادة الرئيس لما حصل اصطفاف للمعدات تروح سيناء ادى فتره كده للمخاوف من المتفجرات، عملنا ايه في الملف ده تحديدا المتفجرات؟ الملف ده شغال، القوات المسلحه شغاله فيه على قدم وساق عشان تطهير كل الاراضي التي قد يكون فيها عبوات مخلفات، انها يتم تطهيرها بشكل كامل عشان تبقى امنه وجاهزه لاعمال التنميه. نعم. والحمد لله اعتقد ان في شوط كبير جدا انقطع في هذا المجال، وقريب جدا هيبقى كل اماكن سيناء جاهزه لاعمال التنميه. سيادتك كلام واضح، اتفضل يا فندم. عايز اضيف هنا حاجه. في فتره من الفترات انت عارف كان الارهاب في مثلث العريش رفح الشيخ زويد، لما احنا ضيقنا عليهم المنطقه دخلوا على جبل الحلال. جبل الحلال منطقه جبليه، مين اللي اشتغل في جبل الحلال؟ ساق. والموضوع ما خد منهم تقريبا 3 اشهر. انت شفت امبارح، ما اعرفش شفته، ميدان الجبال هناك. الساقة من احد المهام بتاعتها موضوع القتال في المنطقة الجبلية. انا عملت حلقة من جبل الحلال 2017، رحت جبل الحلال، شفت جبل الحلال بنفسي، شفت جبل الحلال شكله ايه بعد ما تم تطهيره بالكامل، وشفنا قد ايه المخابئ والملاجئ والسكيورتي اللي طهر جبل الحلال. لان كان من الصعب بقى ندخل كتيبة مشاعة هناك، وانت شفت الارض عاملة ازاي. الحقيقي الذي له الفضل في تطهير جبل الحلال خلال الفترة دي هي قوات الصاعقة. نعم. لان هم مدربين على كده. نعم. انت عارف وهم لهم معسكرات عندنا في مصر في حتت جبلية معينة، يعني معسكر للصاعقة مبني، وبتطلع فرقه الساقه تقعد هناك في اسبوعين تتدرب على القتال في الاراضي الجبليه. وذلك شفنا احد الابطال نازل من 25 متر اكنه بيتمشى. يوسف لو معانا اللقطه دي سياده اللواء سمير كمان يشرح لنا احد ابطالنا زي ما حضرتك بتتكلم ميدان بتاع الجبال ده. ما هو ميدان الجبال، ميدان الجبال ده. وعشان كده يوم ما طلعوا الارهاب الى جبل الحلال، القياده العام قالت ستوب، خش قوات الساقه. وفعلا خدت شهرين ونص وتم القضاء، لان كهوف مغارات موجوده. وبعدين احنا اكتشفنا لما دخلنا هناك ده كان في مراكز قياده ومراكز اعلاميه جوه الكهوف دي، مركز اعلامي قعدوا بيعمل عنده كمبيوترات وبيحط وفيديوهات فيديوهات وياخد فيديو موجود في سوريا يركبه على عندنا والعراق. انت كل الكلام ده كان في جبل حلال. وحقيقي اللي سيطر على هذا الموضوع أيمن القيادة العامة، دخلت منطقة جبلية شكرا، طلع بقى القوات العادية ودخل قوات الصاعقة. قعدت تقريبا يعني شهرين ونص وتم القضاء على كل القوات في جبل الحلال. إن هم تدريباتهم لده أنت فاهم لده مش أي قوات كان ممكن تدخل تشتغل في المناطق الجبلية. لا لا لا، زي ما احنا شايف. اشرح لنا يا فندم مشهد عبقري. بص، الولد ده عنده ثقة في نفسه، نعم، عنده لياقة بدنية، عنده توافق عضلي عصبي نازل من هذا الارتفاع والحبل ماسكه، نعم، لا اتزحلق ولا جري ولا وقع. عشان كده بقول لك الميدان ده ميدان مهم جدا
احنا كنا موجودين فيه ايام ما كنا بناخد الفرقه وبيديك. حضرتك نزلت كده؟ طبعا نزلت طبعاً. كلنا بس زمان بقى مش دلوقتي. لا ربنا يديك صحه. تمام. انا بتكلم عايز الناس تبقى شايفه ده انه نازل من 25 متر بالطريقه دي، لان دي لما بيطلع فوق على القمه وعايز ينزل تحت بسرعه عشان يحصل القوات. لو نزل يجري بالجروب مش هيكون ناس جريت. نعم. فعلى طول بالحبال وبتنزل بيرمي المقطاف وبينزل على الجبل وينزل تحت، بيكون النو تايم دقيقه دقيقه ونص بس. التدريب واللياقه والسباق زي ما حضرتك بتقول، كل ده يا احمد في سبيل ان انا اطلع عنده ثقه بنفسه وانه عنده توافق عضلي عصبي بيقدر يسيطر على نفسه. ده على فكره هو نازل هنا بيضرب نار، خلي بالك. يعني ممكن يستخدم سلاحه معاه السلاح ويتعامل حق. ايوه نعم. ويتعامل مع العدو اللي موجود. نعم. وعشان كده قلت لك انهم في جبل الحلال قدروا انهم يقدموا حاجه كويسه. عجبني ايضا سياده اللواء محمد وهو بيتكلم ان الفضل اللي تم في هذا العمل، طبعا ربنا سبحانه وتعالى جهود الناس الابطال بدو سينا. بدو سينا يا احمد عملوا جهد كويس جدا الفتره اللي فاتت، واعتقد التعاون. التعاون وكانوا بيجيبوا البلاغات. نعم. وتعرضوا برضو من الارهابيين وشهداء وخطف ولاد الشيخ قبيله عشان ما تبلغش عننا. نعم. ورغم ذلك كانوا كانوا بيبلغوا دور قوي. فكانت المعلومات بتجينا من شيوخ وعباء القبائل، واعتقد ان النهارده سياده الرئيس لما عمل لهم القرى البدويه الجديده. نعم. دي كانت اقل شيء يتعمل للناس دولت، ان اخيرا هيستقروا وهيبقى لهم قرى ثابته موجوده زي ما قال سياده اللواء ابو الفتوح، ان احنا دلوقتي معركه التنميه في سيناء. طبعا من 4 سنين عشان الناس تبقى عارفه، كان في العريش حظر تجول الساعه 5 كله في بيته، ولو نازل الصبح ما انتش ضامن ترجع ولا لا، ولو انت نازل اجازه وراكب ميكروباص ورايح القاهره بتتضرب. ما كانش في امان، ما كانش في استقرار، وعشان كده ما كانش يقدر مستثمر يجي يخش في سينا. نعم. يعمل حاجه. نعم. هيعمل وفي ضرب نار. فالنهارده يعني انا اقول ايه، دم الشهداء ده هو اللي خلى النهارده وكفاح الابطال ان يبقى فيها سينا فيها سلام وفيها استقرار. شوف النهارده حجم التنميه الرهيب اللي بيتم في سينا. والله يا احمد انا اول ما اتخرجت روحنا. نعم. الاول قبل ما اطلع اليمن على ام كتاف، كنا نركب من الانطره القطر نوصل للعريش. اتحداك لو شفت بيت، لو شفت حيطه، هو ما فيش اكثر شويه جمال بترعى لحد العريش. صحرا. والله صحرا، مش حاجه. انا كنت قبل رمضان هناك وقعدت مع يوم كنت بزور اللي هو شوشه محافظ شمال سيناء. نعم. ايه ده، الصرف الصحي دخلت والميه دخلت والكهرباء، والنهارده فيلات موجوده على شاطئ العريش بتاع النخيل، معاصر الزيتون في كل مكان، الشجر بتعمل مصانع وبتعمل. لا لا لا، وعندك جامعه وعندك جامعات وعندك جامعه وعندك. نعم. انا شفت وانا داخل حياة دلوقتي. اول العريش لقيت على الجنب اليمين المدرسه اليابانيه الثانويه. نعم. ايه ده. نعم. ايه ده؟ نعم. الكلام ده كانش يتم الفتره اللي فاتت لولا جهد هؤلاء الرجال الشهداء اللي احنا عايشين بخيرهم. وعايز اقول حاجه بس ما نعتبرهاش مجامله، والله يا احمد احلى حاجه في العيد بشوفها بعد ما طلعت العيد يطلع سياده الرئيس أسر ويقعد مع اسر الشهداء. احنا الناس دي ساعات بننساهم لان كبير الاسره بيستشهد. وبعدين الحاجه الغريبه اللي الواحد ما ياخدش باله منها، ان بتطلع الام شايله طفل. يعني كل شهداء سينا في الفتره اللي فاتت كانوا اولاد صغيرين. نعم. ملازم اول. نعم. نقيب، بعكس احنا في حرب مقاتلين ضباط صغيرين كلهم. فبتلاقي الام الغلبانه اللي هتقعد 30 40 سنه تربي اولادها دول، كل ده في سبيل مين؟ ان مصر يحصل فيها استقرار وتنميه واحنا عايشين بسببهم بخيرهم. نروح نشوف حضرتك احد الفيديوهات ايضا عن تدريبات الفرقة الخاصة سيل تيم، وايه التدريبات بتاعتهم وليه، وهذه التدريبات مين اللي يقدر يتحملها؟ نتابع. ممكن تشرح للمشاهدين، انا قعدت طبعا اتابع هذه الفرقة لها تدريبات مختلفة. سيل تيم. أيوه. ايه هي؟ هي فرقة السيل تيم او فرقة القوات الخاصة، هي اطول فرقة، تعتبر مدة بتاعتها 34 اسبوع.
بيتم التدريب فيها على كثير من الموضوعات والمهارات اللي بتكسب الفرد اللي بيتحصل عليها مهارات مش موجوده عند اي حد تاني. الفرقه فيها بيبقى فيها حاجه بيسموها الاول السليكشن كورس او كورس الانتقاء، بيتقدم عدد كبير من الطلبه اللي هم يبقوا ضباط وضباط صف. ببتدي انا خلال الكورس ده انا بنتقي الافراد اللي يصلحوا لاستكمال الفرقه. بعد ما خلصت كده ببتدي ان هو يخش في مراحل الفرقه نفسها. الفرقه ليها عدد من المراحل، بيبتدي بمرحله التدريب الارضي والتدريب البدني، الضغط النفسي، الضغط الذهني على المتدرب. ثم بعد كده بيبقى بينتقل لمرحله تانية هي مرحله السباحه والتدريب على اعمال الغطس باستخدام اجهزه الغطس، الدوائر المفتوحه والدوائر المغلقه، السباحه المسافات الطويله في حمام السباحه وفي البحر المفتوح. مرحله تنفيذ العمليات الخاصه، بيتدرب فيها ازاي ينفذ الاقتحامات، ازاي بيتدرب في ميدان الجبال على اسلوب التسلق، اسلوب النزول بالحبال وبوسائل التسلق والنزول المختلفه، بيتدرب على تنفيذ مجموعه مختلفه من الرمايات، القدرة البدنية عنده بيتم الارتقاء بها خلال مراحل الفرقة، بيتدرب على اسلوب القفز بالمظلات بالنهار وبالليل في البحر وفي البر، بيتدرب على اسلوب التسرب باستخدام القوارب السريعة، اسلوب مهاجمة الاهداف الساحلية. كل دي المراحل اللي بيمر بيها الفرد، كل حاجة من دول بتاخد فترة طويلة. واكتر حاجة بيتعرض لها الفرد في المرحلة دي هو الضغط البدني والنفسي، علشان اضمن ان الفرد اللي هيخرج من الفرقه دي هو قادر على تنفيذ اي مهمه. يعني ممكن مثلا مساله الاعاشه، مش لاقي اكل، مش لاقي ميه، وانه ممكن قاعد في مكان معين اسبوع، 10 ايام، شهر مثلا، مش بيتعيش ازاي؟ وهل فعلا الكلام اللي الناس طول الوقت يقول لك اي حاجه ماشيه على الارض لو حصل ظرف بناكلها، هل ده صحيح؟ هو صحيح الى حد ما. نعم. هو طبعا الفرد خلال الدوره بتاعت القوات الخاصه دي بيتدرب ان هو يتحمل الضغوط النفسيه، قله النوم، قله الاكل، ممكن ما يشربش، بضغط عليه نفسيا وبدنيا ان انا بدي له اوامر مستمره نهارا وليلا، بصحيه وهو نايم، بحرمه من النوم. كل الضغوط دي بتترجم في الاخر الى قدره على التحمل والبقاء والقتال نهارا وليلا لفترات طويله بدون توقف. ودي مهاره مهمه جدا لفرد القوات الخاصه. اما فيما يتعلق بموضوع الاكل او احنا بنسميها البقاء على قيد الحياه والتعايش، احنا طبعا ما بنعملش الكلام ده غير في ظروف محدده. يعني احنا مش طبيعي ان احنا كل يوم بناكل تعابين ولا حاجه، لا. ولكن الفرد لازم يبقى عنده القدره والحساسيه على البقاء لفترات طويله خلف خطوط العدو في حالة نفاذ الإمداد. احنا ممكن نشتغل فترة طويلة بدون إمداد وبدون إخلاء. طب لو نفذت بالضبط، انا صعوبة وصول الإمدادات ونفاذ التعيين، طب لازم اتصرف. بتصرف بالموارد المحلية، بدرب الفرد ازاي يقدر يجمع المياه، سواء من النباتات، سواء من تجميع الندى، مية المطر. ندى طبعا، ما هو الندى بتاع الصبح ده على بيجمع على الزلط، ايوه، والزلط ده بيتكثف بالظبط، ثم انا بجمعه في الخوذه. ممكن اعمل له عمليه تنقيه بسيطه واستخدمه وقت الحاجه. ده بيحصل؟ ده بيحصل، يا نهار ابيض. طبعا عمليه مش سهله، يعني البقاء على قيد الحياه تدريب مهم. ثم بعد كده بقى تيجي موضوع الحصول على الطعام نفسه، سواء من دواجن. طب لو ما فيش دواجن، حيوانات بريه. ثم اخيرا خالص نصل بقى الى الزواحف. في حاله عدم توفر اي طعام غير الزواحف، انا بضطر الجا انا بدربه عليها. انا بدربه ازاي يعرف يعمل ايه، يمسك التعبان ده. اولا يميز ما بين التعبان ودرجه سميته، وهل يصلح للاكل او لا. ازاي انا في صحراء ده؟ انا في فصائل بقى من التعابين هو بيدرسها. فصيله الثعابين دي تصلح للاكل والفصيله دي ما تصلحش للاكل. ثم بعد كده ازاي يمسك التعبان، وازاي يتعامل معاه. طب ازاي كل حد بيدخل ساعه تدرب على ده؟ طبعا، يا نهار ابيض. لا يعني اقول له التعبان ده ممكن وده لا. طبعا طبعا، لان هو الموضوع في النهايه متعلق بحياه الفرد المقاتل. فانا لازم اضمنها له، وقبل ما اكلفه بمهمه اضمن له ان هو قادر على تنفيذ هذه المهمه والتعايش والحياه ما يستتبعها. بالظبط بالظبط. نعم. فجزء التعايش ده جزء مهم جدا، واحنا بنحرص على تدريب الافراد عليه. ست اللواء، عمليه مش بسيطه، ومش اي حد كمان يعرف التدريبات دي، تدريبات شق. اتفضل يا فندم. طيب انا عايز اتكلم على دوره سيدلي بالذات. احنا خدنا سيدلي من امريكا. والدوره دي في امريكا بيعملوا حسابهم لو دخل 30 واحد اللي بيكمل 15. خلي بالك في امريكا اللي بيكمل 15 من صعوبتها جدا جدا. ده يمكن في حاجات ما اتقالتش، ان مثلا بيتعلم يسوق دبابه، يسوق طياره هليكوبتر. ده بيبقى
يعني بيسموه أعلى مستوى في العمل الخاص. بقول لك في أمريكا 50% من اللي بيخشوا الدورة بيخرجوا ما بيكملوش. احنا لحد دلوقتي اعتقد يعني بتاع 30 واحد من عندنا اللي ما كملوش 5، وده رقم كبير يا احمد مش سهل. علاوة اللي احنا نقلنا بقى لو دخل 30 بيكمل معاك 25. لا ده احنا بعتنا 30 ضابط في 30 سنة اللي فاتت. اللي ما كملش 5 هم عندهم في كل دورة في امريكا لما يبقى في 30 واحد اللي بيكمل 15 وفي 15 في النص بيمشوا. فده رقم كويس جدا، ولذلك لما احنا طلبنا منهم من مدة عايزين نعمل الدورة عندنا في مصر يمكن احنا كذا دولة بس اللي سمحوا لهم فسمحوا لنا ان احنا بنعمل الدورة دي عندنا في مصر. فالدورة دي هي ارقى مستوى تدريب للعمل الخاص للانسان. نيجي بقى لأشوف بقى المظلات كل الولد اللي بيطلع من السيل ده بيبقى عمل كل حاجة، بينزلوا في البحر اهو، بينزل في البحر وبيعمل ابرار بحري، وزي ما قلت لك انه بيسوق دبابة بيضرب ده رغم ان هو بتاع صعقة انه وبينزل طبعا في الابرار السيلة هي اللي بتاعت الدورة. فبيبقى ده ارقى مستوى من التدريب من هذا. شايف كمان عاملين ايه هنا؟ احنا ياما انت برضو كان قال بنبقى ساعات نايمين واربعة الصبح وداخلين طبعا طول النهار ضرب واشتباك وخلافه، وداخل اربعة الصبح رامي مغزوفات وعبوات مفجرات في العنبر واحنا قايمين طبعا. كل ده عشان يقومك انك تبقى تشتغل تحت ضغط. اقصى حاجة في ميزة في قوات الصاعقة انك بتشتغل تحت ضغط عصبي وبدني. والنهارده يمكن هو وراك في ميدان الرماية ان بتضرب رمايه بعد ما بتعمل تمارين كتيره وتبقى مرهق ومجهود بمجهود، وبعدين انك انت تتحكم في اعصابك وانك انت تقدر تنفذ الرمايه. ما شاء الله ما فيش واحده ما صابتش الهدف ولا طلقه ما شاء الله ولا واحده. ما انا كنت قاعد مركز مع الـ الاهداف فكله ما شاء الله. لا وانت شفت متحرك والاهداف المتحركه كله يعني لا الحمد لله. طبعا بعد الفاصل هبحكي لك حكايه بقى الاهداف المتحركه. مش نافع على الهوا بعد الفاصل. تمام طيب هنطلع فاصل، ولكن النهارده كمان الفريق اول محمد زكي القائد العام وزير الدفاع صدق على قبول دفعه جديده من المجندين. نتابع ثم فاصل وعود ولواء دكتور سمير فرج. صدق الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2023. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده العميد محمد صبح مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة، أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية، حيث سيتم استقبالهم اعتبارا من يوم السبت الموافق 24 من يونيو 2023. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع إدارة التجنيد والتعبئة على شبكة الإنترنت على العنوان التالي تجنيد.mod.gov.eg، ومن خلال رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكتروني لخدمات التجنيد 15-499. ارجع مع حضراتكم وضيفي الكريم اللي هو دكتور سمير فرج. من شويه بنتكلم بالقائد العام وزير الدفاع الفريق الاول محمد زكي دفعه جديده من المجندين. العمليه بتتم ازاي؟ عمليه الدفعات واختيارهم وانتقائهم بيتم ازاي؟ بص يا احمد، من فتره طويله سيادة الرئيس السيسي اول ما تولى وزيرا للدفاع ادى ان جميع المؤهلات العليا يخشوا في تشكيلات الحرب. الكلام ده كان تم قبل كده برضو ايام مشير طنطاوي حكي لها قصه برضو، ولكن دلوقتي بيخش وعندنا نظم اليه في الكمبيوتر هايله، تخصص مهندس، تخصص كهرباء، مدني، كل ده الكمبيوتر بيوزعه. بعد التوزيع بيبقى فيه الاختبارات اللي هو بتاع بيسميها شؤون نفسيه. المركز ده انا اشتغلت فيه، عملته انا واللي هو امين حسني 4 سنين، اللي هو بعد ما بيخش السلاح بتاعه عندنا حاجة اسمها الانتقاء والتوزيع،
في التجنيد بيخش يمتحن على بطارية خدناها من النظام الأمريكي وطورناها عندنا. بطارية زي جهاز كده؟ لا، بطارية دي عبارة عن أسئلة بتحط قدامه وبيسمع عنها ويجاوب. هديك مثال. بلاش تجنيد. النهاردة الكلية البحرية متخرجة، مين يروح زوارق التوربين؟ مين يروح الغواصات؟ انت فاهم؟ مين يروح المدمرات؟ مين يروح عمليه الطرد؟ كل ده من البطاريات اللي احنا مش هقولك جبناها من امريكا من 10 سنين، النهارده بسم الله ما شاء الله خش الطالب بيوزع بناء على امكانياته او وقدراته الشخصيه. ده لدرجه بيمتحن لياقه بدنيه بالكمبيوتر عشان يشوف اني العضلات اللي تحميه، هل قادر على ان هو يكون جاهز على التصرف في المواقف الطارئه؟ نوع العضلات بيحدد يروح فين؟ والله احيانا هقول لك حاجه، انت عشان تنزل طالب في غواصه ده بيقعد بالعشر ايام تحت البتاع ده فلازم يبقى له ثبات انفعالي قادر. كل الكلام ده بقى كمبيوترايز دلوقتي في العالم وانت بتمشي منه. انا بس هحكي لك حكايه مش بره موضوع الصاعقه شويه. احنا دخلنا حرب 73 بالدبابات تي 54 و55 و62 معموله في الخمسينات. نعم. ويمكن الناس تقول لك الرئيس السادات صاحب قرار السلم والحرب، صح؟ انا بقول لك عمل قرار ثالث كان عظيم، وهو طرد الخبراء الروس قبل الحرب بسنتين، والا لو كانوا قعدوا كانوا قالوا هم اللي ايه؟ خططوا وحملوا. ليه طردهم؟ لان احنا قالوا انا عايز اسلحه هجوميه. اللي احنا دخلنا في حرب اكتوبر يعمل باسلحه دفاعيه. وبالتالي بعد الحرب اول ما خدنا المعونه بدينا نغير السلاح بتاعنا عشان نجيب اسلحه جديده، وكان اولهم الدبابات. فخدنا الدبابه الام 1 اي 1 الامريكاني، خدنا لواء 120 دبابه. بنعملها هنا دلوقتي. اتفضل يا فندم. حاضر. هاي. خدنا اللواء ده وفجاه قامت هوجه علينا في امريكا. نعم. اللوبي اليهودي ان مصر خدت الدبابه دي، دبابه فيري سوفيستيكيتد معقده مطوره، وان المصريين مش هيستخدموها، عساكرهم جهله. وفي يوم الاسرائيليين كانوا بيقولوا كده، الاسرائيليين في امريكا، عشان الكونجرس ما يوافقش على الصفقه الثانيه ناخد لواء ثاني. مش هيعرفوا يشغلوها، نعم، وانكم بتضيعوا المعدات المطوره مع ناس مش فاهمه. نعم. ويومها سيادة منشيه طنطاوي الله يرحمه عمل مؤتمر هنعمل ايه؟ فالبعض قال ان احنا نعمل دعايه مضاده. نعم. احنا مش قادرين نعمل كده قصادهم في امريكا. فانا قلت له يا فندم ما احنا نجيب رئيس لجنه الدفاع والامن القومي في الكونجرس هنا يجي يشوف عساكرنا ويشوف ناس. ويوم اكلم اللي هو طارق واحنا قاعدين، كنا الساعه 2 كان 8 الصبح في امريكا، قال له اطلع رئيس لجنه الدفاع والامن القومي الملحق العسكري في امريكا. راح له عشان ربنا بيحب البلد دي. قابله الراجل واداله الطلب، قال له اوكي انا الاسبوع الجاي حاجه عندكم. وجت لجنه من امريكا من الكونجرس لجنه الدفاع والامن القومي 8 ومعاها 12 متخصصين في الدبابه الام 1 اي 1 جاي يختبرنا. مهم توليت انا الموضوع بقى مدير المدرعات وقائد اللواء. دخلنا بقى جم اول يوم بالليل راحوا لي طب تعالوا نعشيكم تعالوا. لا 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 ما هو جاي يفتش عليك بقى. فتش عليك. احنا هنتعشى مع السفينه. تاني يوم الصبح قابلوا سياده الرئيس الله يرحمه مبارك. وخدناهم وطلعنا على الميدان. لواء، ثلاث دبابات، ثلاث كتايب، 120 دبابه. والامريكان يقول يا تاخدوا الدبابات دي ولا لا. اول كتيبه 41 دبابه، واقف قائد الكتيبه، شوف بقى مصر بتعمل ايه. راح مدي تمام، قال له انا المقدم فلان، انا اخدت الدوره دي في كنتاكي. كانت بقى الكتيبه الاولى هتعمل من ميدان السواقه. السواقه دي مش اطلع ورا وقدام، لا ده في ميدان في بيطلع كده وتبقى الدبابه هتقع وهي طالعه، او الدبابه الميل بتاع كده تبقى تحس انها فعلا تعدي خنادق وتطلع. فالولد قال له ادي الميدان بتاع امريكا، احنا عاملينه هنا بالملي، نقي اي طقم من عندك من الاربعين دبابة. راح بختار تك 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 سبع دبابات عملوا، خدنا امتياز. دخلنا الكتيبة التانية شؤون فنية اللي هي بقى الصيانة، ودخلنا ورشة اللواء بتشيل موتور دبابة ام 1 اي 1 وقطع الغيار والنظام، ودخلوا شافوا السيستم وكله كمبيوترايز زي امريكا بالظبط. والولد من المقدم قائد الكتيبة واخد الدورة دي في امريكا.
دخلنا بقى الكتيبة التالتة، ضربات الجزاء الترجيحية اللي هو الرماية. الرماية دي قصة، أول مجموعة دخلت تبقى الدبابة ثابتة والهدف ثابت على مثلا 1200 متر امتياز. المجموعة التانية بقى الدبابة ثابتة بس الهدف بيتحرك عشان تجيبه وتضربه امتياز، فدي طبعا كانت مفاجأة حلوة. المرحلة التالتة بقى الدبابة بتتحرك وتمشي طبقا لمعدل والهدف بيتحرك. طبعا جبنا جيد جدا، ودي ما بتحصلش انك جاي طبعا يومها انبهروا حقيقي. وقال الكلمة وقال very impressive. خدناهم بعد كده يا احمد، رحنا الميز بقى، ميز خلاص عشان لا نتغدى. نتغدى وانا قصدت ان كل ترابيزة فيها 8 يعني طقمين دبابة 4 و4 وكرسيين فاضيين. ما عملناش بقى الهاي تيبل كده ونقعد كلها. وقلت له خشوا. دخلوا قعدوا مع العساكر، كل طاقم من دول هو جندي مجند خريج كلية الهندسة القاهرة اسكندرية منوف. قعدوا يتكلموا معاهم، اتدربتوا ازاي، رحتوا فين، الضباط اللي خدوا في كنتاكي في امريكا. خرجوا يا احمد يومها وعارفين ان احنا فعلا نستحق. خدنا اللواء الثاني وصنعنا الدبابة الام 1A1 في مصر النهاردة في مصنع 200. اللي انا بقول لك ايه، مش بالكلام، لا موجودين، احنا عندنا قدرة، عندنا القدرة وعندنا رجالة وقادرين على استيعاب السلاح اللي عندك. النهارده امبارح الفرقاطة القهار اللي جات من المانيا، الولاد اتدربوا في المانيا شهر وجايبين عايمين بالفرقاطة لحد مصر. هو ده وايه دي، ذا موست سوفيستيكيتد، يعني حاجة التكنولوجيا في العالم في الألمانية في هذه الفرقاطة. ولادك استخدموه. وبعدين برضو الرئيس السيسي عمل حاجة، احنا خدنا 4 فرقاطات، معلش احنا سيبنا الصعقة النار، 3 هناخدهم وواحدة هتصنعها في مصر في الترسانة البحرية. فانت النهاردة اعتبارا من السنة الجاية توطين الصناعة، كمان قدرتك على الصناعة العسكرية الحربية. وانت ايه بتصنع اعلى واقوى فرقاطة موجودة في العالم. وانت عارف الالمان، الالمان اي 1 تاخدت منهم 4 فرقاطات، خدت منهم 4 غواصات. اذا النهارده اما الجيش بتاعك يبقى بهذا المستوى، صح ولا لا؟ نعم، مستوى ويحقق ليك الامن والاستقرار، ويحافظ على استثماراتك يا احمد. نعم، يحافظ على استثماراتك. صدقني مش هبقى موجود. الحرب القادمه في المنطقه هتبقى في البحر المتوسط. الغاز سيصبح الصراع عليه في الفترة القادمة. مشكلة مية النيل هتتحل، السودان ان شاء الله هيلاقوا حل، ليبيا ان شاء الله هيعملوا انتخابات، انما القادم هو البحر الاحمر وتأمينه لقناة السويس والبحر الابيض. اذا لازم تكون عندك قوات، مش عشان احارب يا احمد. نعم، انت عشان ترضع الناس اللي قدامك ان ما حدش يقرب لاستثماراتك في البحر. احنا عندنا حقل اكتشف حوالي من شهر اسمه البنفسج قدام رفح، لسه ما عرفناش الريزيرف بتاعته قد ايه. لو طلع زي زهر يدينا لحد سنه 1045 ويدينا 3 مليار في السنه، انت عايز ايه؟ وبعدين عندنا 64 استكشاف يدينا كمان ل 2045 2045 ما لسه الريزيرف ما تحددش لحد النهارده. قد ايه حجم الاحتياطي اللي موجود تحت لو ربنا كرمنا وطلع زي زهر، وعندك 45 استكشاف بيتم حاليا في المنطقة، 2-3 زهر تانيين، يبقى ربنا كرم البلد دي ولا لا؟ فعشان كده لازم تبقى عندك قوة عسكرية وردع كمان. ما هو الردع، الردع، الردع ليه يا احمد؟ احنا مش نجيب سلاح عشان نحارب. نعم، محدش فينا عايز يحارب ولا يخش حرب. نعم، انما انت زي ما انت قلت ديترانس الردع، انك بتمنع اللي قدامك انه يقرب لك لانك عندك قوة عسكرية. وقدامنا مثال دايما بنقول، بس الخرائط مش معايا النهارده، لبنان البلوك رقم 9. نعم، اسرائيل واخداه، واخدت الحقل الاولاني من شهر نوفمبر اللي فات وبتصدره، والحقل الثاني بتقسم مع لبنان. الصعقة، ونرجع تاني للصعقة، الجاهزية، الجيش والجاهزية، لانها متدربة صح، متدربة صح. زي ما قلت لك احنا اول ما اتزنقنا وراحوا الارهاب في جبل الحلال عملت ايه ولادنا؟ دخلنا مين على طول؟ نعم، الصعقة. نعم، لان ده زي ما انت قلت جاهزية، بتتدرب على عندهم ميدان الجبال،
عندهم مستوى التدريب انه قادر انه يخش في الكهوف والمغارات، لان ما تقدرش تدخل عسكري المشاة ولا عسكري المدرعات ولا بتاع، لا انت دخلت الساقة. فانت عندك قوات النهاردة قادرة على العمل في الاتجاهات اللي انت محددها. سيادة اللواء سمير، لانه في فيديو معنا يوسف تقريبا رقم 10 لان ده بيتكلم على عقيدة القوات المسلحة، انه عناصر الارهاب تستخدم المدنيين دروع، لما بيلاقوا قوات يروح يدخل بيت يستخبى في بيت، وانت متأكد وزي ما شرح لنا سيادة اللواء محمد ابو فتوح وهنتابع دلوقتي. طب هنتابع قال لنا ايه سيادة اللواء دكتور سمير فرج يعلق لنا، ولكن نسمع الاول جيشكو العظيم بيعمل ايه. نشوف. طبعا كان بيصعب على مهمتنا لو العنصر ده موجود وسط مدنيين، لان مهما كان العنصر ده اهميته قد ايه وتأثيره قد ايه، احنا كنا بنراعي العامل تواجد السكان المدنيين وعدم الحاق الاذى او الضرر بيهم بشكل كبير جدا. سيادة اللواء محمد، مهم الكلام ده، انه لو في عنصر انا متأكد موجود في بيت وفيه اطفال، في سيدات، في عائلات بعدين ما لهاش علاقه بالموضوع، حضرتك بتعمل ايه؟ انا بفضل مراقب هذا البيت لغايه اما اتاكد يا اما الفرد ده موجود في البيت لوحده، يا اما هو خرج من البيت، يا اما اعمل له كمين وهو خارج من البيت بتاعه، يا اما اتاكد ان هو بقى لوحده في البيت فاقتحم عليه المكان بتاعه. لكن ما يدخلش والمدنيين موجودين العائلات. لا، ولو في سلاح ممكن ان انا استخدمه قد يكون لي تاثير سلبي على محيطه من البيوت، استحال ان انا استخدم هذا السلاح، لان مراعاه المدنيين ده كان يعني اولويه. نعم. ثم ياتي بعد ذلك القضاء على العناصر الارهابيه. نعم. استمرت اعمال المداهمات واعمال التفتيش واعمال التمشيط على مدار العشر سنوات دول، وكان كل يوم احنا بنحقق فيه نجاحات. بنوصل لقدر اكبر من المعلومات، الى ان اراد ربنا سبحانه وتعالى وجهود القياده السياسيه وجهود القياده العامه للقوات المسلحه مع القوات اللي موجوده على الارض انها تقضي على الارهاب بشكل كامل. اخطر حاجه كنتوا بتواجهوها بالنسبه هذه العناصر الارهابيه، اقصد التسليح بتاعهم انواعه ايه؟ كنا حاسين انه المساله مش داخليه بس، لا في دعم خارجي. طبعا مش كده؟ احنا كنا بنستشعر ان في دعم خارجي مادي، لان السلاح ده بهذه الكميه وهذه الكيفيه استحاله يكون بدون دعم من الخارج. العناصر اللي موجوده ممكن تلاقي عنصر مثلا مراقب بيتقاضى يوميا مبالغ كبيره، اللي هو الرصد. عنصر رصد. عنصر رصد. هو قاعد بس مهمته ان يتابع، هو يرصد مثلاً التحرك تحرك. هو من غير سلاح ومن غير اي حاجه. عشان انت كمان يصعب عليك اكتشافه، بيدفع له فلوس كتير. بيدفع له فلوس. طب الفلوس دي اكيد جايه من دعم خارجي. دعم خارجي. كان بيبقى عندهم فعلا مراكز زي ما احنا كنا بنشوف قبل كده، وبتطلع بيانات صادره عن القوات المسلحه والمتحدث العسكري، مراكز خاصه بالاعلام بتاعهم، خاصه بال، مش كده؟ هو التنظيم بتاعهم تخزين الاكل التنظيم بتاعهم بيبقى فيه حد مسؤول عن الاعلام او متحدث بيتكلم علشان يروج للاكاذيب بتاعتهم. بياخد جزء من الحقيقه ويبني عليه الكثير من الاكاذيب بغرض خفض الروح المعنويه. ولكن احنا كنا متيقظين لهذا الموضوع، وده برضو نوع اخر من انواع الحروب، هو اللعب في العقول او غزو العقول زي ما بيقولوا. ولكن احنا كنا منتبهين لهذا الموضوع، وكنا بنحصن عقول المجندين بتوعنا والضباط وضباط الصف، بحيث ان هو يبقى منتبه لهذه الشائعات المغرضه وما ينسخش وراها. من ضمن الشائعات اللي كانت دائما الاعلام المعادي بيروجوها عننا وعن جيشنا العظيم، بتهدوا البيوت على رؤوس الناس اللي فيها وبتضربوهم بتدمروهم، الحقيقه واضحه قدامنا. اتفضل يا فندم. من أشق المسائل اللي كانت موجودة في مكافحة الإرهاب في سيناء، وهو إن العناصر دي بتلجأ للمساكن والأفراد. نعم. والكلام ده بيتم في كل جيوش العالم. نعم. تعال شوف النهاردة قوات الدعم السريع واخدة المستشفيات عادي يعني. نعم، في السودان. في السودان. ولذلك هما كانت أكبر مشكلة لنا مع القيادة، كانت بتلاقي القائد اللي داخل في المداهمة بيكلم القادة، يا فندم العنصر الإرهابي أو الاثنين دخلوا منطقة البيوت. قرار إيه يا أحمد؟ أنت عايز تصفي الراجل ده؟ نعم. وداخل في وسط أربع مساكن. نعم. وساعات دخل في وسط عيلة. نعم. وإحنا يمكن السنة اللي فاتت أو اللي قبليها في الاحتفال بتاع أكتوبر، في بنت قالت لنا إن يوم مسجد الرودة ثلاثة دخلوا البيت وفي وسط العيلة. صحيح. فأصبح النهاردة أنت مطالب هتعمل إيه؟ هتقضي على الارهابي ده وقصاده ثلاث مدنيين ما لهمش ذنب،
ولا هتسيبه؟ نعم. لدرجة ان في مرة من المرات كان الزعيم بتاع المنطقة كلها يعني رصدوه شايفينه داخل الارهابي وداخل البيت وكان في اسره وكان القرار صعب من قائد منطقه انا عايز اقضي على الراجل ده باي طريقه ده الزعير قائد بتاعهم وصل الموضوع لاتخاذ القرار لفوق سيد رئيس قال لهم ما ينضربش انا بحكي لك وانا عارف انا بقول لك ايه ما لان قائد عشان احافظ على الاسره دخل في اسره وبعدين كانت مش أربعة مش عايز اضحي باي شخص باي مدني فيومها قائد الجيش ما كانش لسه القياده موجوده لسه الموحده في شرق سيناء يعني كان القرار صعب هو عليه عايز يدمر القائد الارهابي ده لانه ده لو اتدمر خلاص تخلص المجموعه الارهابيه فكان اللي هيدمره معناه يدمر الاسره اللي موجوده جواها فوصل الموضوع لفوق لسيادة الرئيس قال ما يتضم ما حدش يقرب للاسره دي عقيدتنا ان احنا بنحافظ على اولادنا والحمد لله ربنا ساتر ان بعديها بيومين ثلاثه تم متابعته مره ثانيه وتم تصفيته انما انا بقول لك ان يومها بتبقى دي اخطر نقول ايه قرار يتخذه القائد ان لما الراجل ده يخش في وسط المدنيين ويتحصن بيهم وتصبح انت كقائد عسكري قرارك هتعمل ايه انت عايز تصفيه ومهمتك تصفيته ولكن جنبيه الاسر الموجوده فدي بتبقى عمليه صعبه جدا في هذا التوقيت اللي احنا بنشوفه ده كمان ست اللي هو محمد مفتوح بيتكلم على عندهم مراكز الاعلاميه ومراكز واماكن لتخزين السلاح والاكل وغيره يا احمد كانت اكتر حاجه اعتقد نجحنا فيها في الفتره الاخيره تمويل خارجي كمان اتكلم عليه طبعا يا راجل ده كان عندهم استروك كورفيت ده في يوم كان وزير الدفاع وزير الداخليه نازلين في مطار العريش والكورفيت بيضرب عليه صحيح. احنا ما عندناش كان الكورفيت ودخل عن طريق الانفاق اللي جايه من غزه انت فاهم وربنا اللي ستر وقال كانت تبقى يومها حاجه وحشه فكان عندهم احدث الاسلحه اللي موجوده مشكله الانفاق يا احمد الناس كانتش حاسه 2000 نفق موجودين وكان لازم انك انت تشيل الانفاق دي كلها العمليه رايحه جايه كان في وزاره انفاق في غزه بتخش كل حاجه مصر انابيب البوتاجاز احنا كنا في ازمه كبيره يعني ربنا طلعنا منها الحمد لله برضو الناس مش عارفه في رفح الفلسطينيه ورفح المصريه البيت تخش من هنا مصر تطلع من الناحيه الثانيه نفس البيت فانت في فلسطين فعشان كده مصر عملت ايه الانفاق دي اخذت مراحل مننا فكان منهم انفاق محفوره بالرمل تحت الارض عملت حاجه جميله جابت ميه البحر وحطتها في كل الكلام ده مين اللي جاب ميه البحر احنا عملنا ايه راحت رحنا دلقين الميه على خط الحدود كله ميه البحر مضخات فالميه مع الرمل بتتقل كله فنص ينزل. الانفاق نزل بقت الانفاق هيني اللي هي المحصنه بقى اللي معموله بقى بالكونكريت والاسمنت والكلام ده دي بقى خدت مننا جهد كبير عمال 2000 نفق يا احمد 2000 نفق في دوله في العالم كانت حدودها مستباحه كده وبعدين بقى كان في المشكله بقى البيتين فالنهارده عملنا رفح الجديده بنينا مدينة جديدة نقلنا كل الناس واصبحت رفح الفلسطينية اهي تمام ورفح المصرية عندنا في مكان جديد والعملية مش مشكلة عملنا قال مزارع سمك هناك في الحتة دي في مزارع سمك اتعملت طبعا اتعملت كل ده عشان خاطر انك انت المنطقة ما عادش حد يفكر انه يحفر من تاني ويحصل عملنا الحائط بتاع الحدود دلوقتي نزلناه تحت 4 متر بالحسبة الهندسية عشان يطلع يبقى يخش 15 كيلو ورا لا حقيقي المهندسين بتوعنا عملوا جهد كويس والنهاردة السلام اللي امتنع بيه سينا الأمن اللي قاعدة في سينا بفضل هؤلاء الأبطال الشهداء يا أحمد الشهداء هم اللي قاموا بجهد كبير ودمائهم والنهاردة سينا بدأت تخطو مرحلة جديدة من التنمية طيب هنروح لي يمكن يكون ده اخر فيديو مع سيادة اللواء محمد ابو فتوح اتكلم ايضا تحيه لارواح الشهداء كما يتحدث سيادة اللواء دكتور سمير فرج تعالوا نتابع ماذا قال ايضا وهو يتحدث عن هدف الارهاب كان ايه
جيل رابع إرهاب، هدفهم كان إيه بالنسبة لجيشنا العظيم وبالنسبة لبلدنا كمان؟ ما هو ليه خد سينا أو توطن أو حاول ياخد سينا مننا؟ نشوف. بالحديث عن الحرب على الإرهاب، إحنا طبعا لازم نذكر بكل الفخر والإعزاز والتقدير شهداءنا الأبرار ومصابين الأبطال الذين ضربوا بصدق عزمهم وروعة عطائهم المثل في التضحية والفداء والمجد، سواء من الشعب المصري العظيم أو الشرطة المدنية أو القوات المسلحة. إحنا اختلط دمائنا كلها خلال هذه الحرب، وده يؤكد على صلابة الشعب المصري وإن إحنا كلنا من نسيج واحد، سواء شرطة أو شعب أو قوات مسلحة. نعم. خلال الحرب على الإرهاب إحنا عايزين برضو نرجع نقول حاجة تانية، إن الحرب على الإرهاب اللي تمت دي هو نوع من أنواع الحروب الغير متماثلة اللي هي ترجع إلى حروب الجيل الرابع، اللي هي قوات نظامية ضد عناصر غير نظامية، الهدف منها إطالة أمد هذه النوع من الحرب، استنزاف القوات النظامية دي تحاول إنها استنزاف القوات المسلحة. بالضبط. بالضبط. نعم. ده كان هدف أساسي أكيد عند العناصر الإرهاب. أكيد. أكيد. نعم. علشان كده هم كان هدفهم من إطالة الزمن إن هي بتحاول تفرض سيطرتها بالكذب، انها تقول انها قادره انها موجوده على الارض ومسيطره، وده احنا اللي احنا بندرسه الحروب الغير متماثله اللي هي من ضمن حروب الجيل الرابع. قوات الصاعقه كان ليها ايضا السابقه في المشاركه في الحرب على الارهاب لما تتميز به من كفاءه بدنيه، خفه تسليح، الرغبه الاكيده في التضحيه، فده كان بيميزها عن بقيه القوات، فكان بيتم تنفيذ المداهمات لاوكار العناصر الارهابيه. ولكن كانت المصاعب اللي بتواجهنا ان هو ما فيش عضو واضح، يعني ما فيش، مش عارف ده مين لانه هو قد يختلط بالمدنيين، هو مش ظاهر حقيقته قدامك، هو مش موجود في مش مكان، مش جيش منظم بالظبط، او مش موجود في مكان على الارض تقدر ان انت تستهدفه او تروح له. نعم. فدي كانت من اهم الصعوبات. طب الحاجه الثانيه ان هو كان دايما هذا العدو بيبعد عن المواجهه، يعني احنا ما عندناش شهداء قضوا في مواجهات الا في اعداد قليله جدا، انما معظم الشهداء كان نتيجه عبوات. بالظبط. عبوات متفجره موجوده في مكان معين، يفترض ان المكان ده ما يبقاش فيه عبوات. قد يكون هذا المكان قريب من المدنيين، قد يكون هذا المكان على طريق مؤدي لقريه او تجمع بدوي. الارهابيين بيزرعوا العبوات في اماكن مدنيه قريب من مدنيين، على طرق ناس بتستخدمها مدنيين، وبالتالي هو غرضه ان هو يحدث بيك خسائر بغض النظر على تاثيره على الناس اللي موجودين. نعم. على الشعب، على الافراد المواطنين المدنيين العاديين هو ما تفرقش معاه. فكان دول اكتر تحديين بيواجهونا، ان مفيش عضو واضح، وموضوع العبوات اللي هي احنا ممكن نبقى مش متاكدين مكانها فين، او مش عارفين مكانها فين. ولكن ابتدت قوات الصاعقه تقوم بتفتيش وتمشيط جميع المناطق بناء على المعلومات الدقيقه اللي بتجيلنا من جهات الاختصاص. جهات الاختصاص دي مع مين بيبقى التنسيق؟ دي كان مخابرات حربيه، كل الجهات الامنيه كانت عامله زي خليه بتصب فيها كل المعلومات، اجهزه المعلومات كلها بالكامل. كل الجهود كانت متضافره في هذا الاتجاه. نعم. لان جزء من المعلومه مع جزء من المعلومه، حربية عامه وطني، كل اجهزه المعلومات. بالظبط. بالظبط. بحيث ان توصل فيها المعلومه الدقيقه، ناخد احنا المعلومه ونبتدي نشتغل عليها في مهاجمه ومداهمه اماكن تواجد العناصر التفريغيه. المعلومه بتقول مثلا في المكان الفلاني، البيت الفلاني، الحته الفلانيه فيه عناصر موجوده. هو طبعا سيناء بتتميز بطبيعتها الجبليه والارض بتاعتها الوعر الى حد ما. نعم. قد يكون الفرد دون موجود في منطقه جبليه، قد يكون موجود في بيت، قد يكون موجود في تجمع بدوي، فكانت المعلومه بتيجي ادق ما يكون في، حتى لو في محيط منطقه معينه، وبنتولى احنا مسؤوليه التفتيش والتمشيط لغايه ما نوصل لهذا العنصر. قبل ما اروح للسيد اللواء دكتور سمير فرج، هوريكم مشهد اللي شفتوه من شويه، لكن هوريه لكم لوحده لانه ده لاول مره يتشاف ويتعرض لاول مره. مشهد جماعات الارهاب وهي بتزرع العبوات في سيناء، ده المشهد لاول مره بيتعرض قدام حضرتك. ده مشهد حقيقي، مش مشهد، لا ده مشهد من عمليات زرع العبوات ازاي كانت بتتم في سيناء. لسه سيد لواء بالفتوح بيتكلم على اماكن سير المدنيين، اماكن سير القوات، شايفين بيتم ازاي زرع العبوات كانت تتم في سيناء. ادي قدام حضراتكم ده لاول مره المشهد ده مشهد حقيقي متصور قدام حضراتكم اهو، شايفين العمليه بتتم ازاي اهو، وادي العناصر الارهابيه قدام حضراتكم كام، ادي ثلاث عناصر تكفيريه ارهابيه زرع العبوات في اماكن تحرك المدنيين، شايفين ادي اربعه كمان، ادي موتوسيكل واحد عليه واحد ركب واثنين على الارض. اتفضل يا فندم. تمام. عايزين واحنا بنختم النهارده يا احمد، اتفضل يا فندم.
مش شرط دايما نقول ان احنا احسن ناس بالكلام، نعم، لكن بالافعال. اتفضل يا فندم. النهارده مصر كانت بتستضيف ضباط قاده من من افريقيا، 22 دوله افريقيه واثنين دوله اوروبيه، وادي الصوره بتاعتي النهارده، كنت انا بديهم المحاضره طبعا بالانجليزي في اكاديميه ناصر. الدول دي بعت اهو، ادي الصوره بتاعتهم، بعت الضباط دول هيبقوا ملحقين عسكريين في الدول خارج دولهم الافريقيه، بيتدربوا في مصر، بيتدربوا عندنا، هم اللي بعتينهم. يعني شوف، لما يبقى 22 دوله افريقيه واثنين دوله اوروبيه ودوله عربيه، النهارده بقى لهم ده الاسبوع الثاني، هيكملوا الاسبوع الثالث، جايين يتدربوا في مصر، كيف يكون كل واحد منهم ملحق عسكري في بلده؟ احنا بندربه. سيادتك كنت تدي محاضره النهارده. انا كنت بدي النهارده في اكاديميه ناصر. فعشان كده بقول لك، والاسبوع اللي جاي في اثنين وزراء تدوم، وكيفيه التعامل مع الاخبار وعمل الملحق العسكري، خاصه ان انا كنت ملحق عسكري 3 سنين في تركيا. ده يقول لك قد ايه مصر كبيره، مش بالكلام يا احمد، اهو افارقه. سالوا حضرتك عن ايه؟ ابرز حاجه. ابرز حاجه هو كان بيتكلم على ان كيف، يعني بالصدفه، كيف تخلصت مصر من القضاء على الارهاب. لان انت عارف النهارده طبعا بوكو حرام عامله مشاكل، نعم، في غرب افريقيا. نعم. فكان يعني كل هذا طبعا علاوه بقى، كنا بنتكلم عملي بقى، عمل الملحق العسكري وازاي يجمع المعلومات والتقارير كل المنظر يا احمد. ده بيتكلم اهو، ادي 22 دوله ودولتين اوروبيتين ودوله عربيه جايين عشان تدرب ضباطهم اللي هيشتغلوا. عرفت قيمه القوات المسلحه المصريه ايه؟ شرفتني يا فندم. شكرا يا عم. شكرني يا فندم. شكرا يا عم. طبعا فخورين طبعا، جيشنا العظيم. واشكر حضرتك شكرا جزيلا.